كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، في مشروعات مهمة جدا والحركة أشرت له كلام مهم شغالين عليه. عندنا مشروع بالذكاء الاصطناعي اسمه الراحلون يتحدثون، يعني تطلع السيدة فاطمة اليوسف تقرأ وتتكلم يقال هي كتبته أو ذكرياتها بصوتها وصورتها متحدثة. الدكتور مصطفى محمود يطلع يتكلم، ولكن توظيف للمحتوى بما يلائم النهاردة والقضايا اللي هو ضد التطرف وغيره 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 من القضايا. فكرة الشق الاقتصادي وأهميته في مقترحات كتير وفي مشاريع بنشتغل عليها. فكرة اللي يبقى في مكتبة إلكترونية، احنا عندنا كتب هامة جدا وعندنا أرشيف هام جدا من الكتاب الذهبي إلى آخره، ويمكن الاستدعاء الشغل القديم كان لنا تجربة فيه في الكتاب الذهبي، اسمه العنوان كان الكتاب كده شيوخ التنوير وزعماء التكفير، استدعينا فيه من الأرشيف قصص اغتيال الذهبي وفرج فودة وإلى آخره، وكانوا هم شيوخ التنوير بينما من يزعمون أنهم شيوخ هم زعماء التكفير. فهناك أفكار كثيرة ومشاريع كثيرة شغالين عليها، وبإذن الله نستطيع أن نحدث نقلة نوعية تحقق مثلث تعظيم الموارد، توعية الرأي العام، وتقديم خدمة ذات محتوى هادف ورسالة إعلامية، وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي ونقل الرسالة من الورقي والأرشيف إلى طريقة جديدة لإنتاج المحتوى تتلائم وطبيعة الجمهور المستهدف النهاردة اللي هو بيستخدم الموبايل. تمام، يعني أتمنى أن أكون ناقشت مع حضراتكم بعض ما توقعته من تساؤلات وأسئلة، خاصة أنه أنا مركز جدا جدا يعني بشكل دقيق على الصحافة الرقمية لأنها المستقبل، وأنه الصحافة الورقية كامل احترامنا وتقديرنا ودعمنا لها ستستمر بالتأكيد، لأنه كان زمان صراع بين الإذاعة والتلفزيون واستمرت الإذاعة ربما فقط الشاشة، فخلينا داعمين للفكرة العالم كله انتقل فيها. في النص دقيقة، الصحافة هي الصحافة، الوسيط هو الذي تغير، يعني الترانزستور في الراديو طلق ولكن الإذاعة هي موجودة، المحتوى واحد لكن الوسائط يعني هو الرقمي ده وسيط وليس وسيط ويلائم إمكانيات وتطور صحيح جديد في الصحافة. أنا بقول المحتوى بتاعي دلوقتي يتنقل على الشاشة، يتنقل على الفيسبوك، يتنقل على تويتر، يتنقل على المنصات، في الآخر هو أهم حاجة المحتوى، معركتكم معركة المحتوى، لكن أيضا الأفكار الجديدة اللي حضراتكم شرفتوني بيه ذكرها. يعني احنا بنتابعكم وانا بشكركم جدا جدا، شرفتوني. استاذ احمد سليمان رئيس تحرير البوابة الالكترونية لمؤسسة دار التحرير، شرفتني وكل الشكر لحضرتك واتمنى التوفيق. استاذ محمد ابراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الاهرام ومجلة الاهرام المسائي ومجلة ديوان الاهرام الالكترونية، شرفتني وبالتوفيق، ربنا يوفقك يا استاذ محمد. شكرا. الاستاذ ايمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف وبوابة روز اليوسف الالكترونية، استاذ ايمن بالتوفيق، شرفتني وربنا يوفقك. بالمناسبه استاذ نشأت استاذك، يعني انا الزملاء يزعلوا مني لان رئيس تحرير جريده المسائل الالكترونيه وكتاب الجمهوريه، يزعلوا مني حاجه ذكرت البوابه فقط، فلو رحت لهم هيشدوا في فلا يفتكروا ان التوصيف رئيس تحرير البوابه الالكترونيه فقط يعني، وانا مقتدر كلهم تمام، وجريده المساء تمام، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك ويوفقكم جميعا وكل الزملاء في كل المؤسسات الصحفية، أعتقد عندهم تحديات وأعباء لكن إن شاء الله عندهم خبرات وكلنا داعمين.